النيابة عن تنظيمات أو جماعات. أينما وجدت الخوارج فهم أعدائي ورؤوسهم للدعش. ياسير هذا أميرهم اليوم بين أيدينا بإذن الله. الحمد لله. الحمد لله أميرهم. أمير داعش. أمير الكفرة. كبار صغار من عارف انه يلي بيقتل شعبه خاين. مسعفون، اعلاميون، متظاهرون، اصحاب كلمة بيضاء، ان كنت منهم فاصمت او غادر همك وكل ما قد تبذل نفسك لقاء حمايته. صخب الحياة والحرية لن تروق للمستبد الجديد ايضا، وحذاري أن ترقص إلا على أنغام صمته. دعك من الفرح، احرق قلب أمك وغيره من القلوب، والزم موتك وسواد هويته. أفعال أمر إن خالفتها لن يشفع لك إيمانك، فأنت مرتد لا عن الإسلام بل عنه. صمتا أيتها المظاهرات، فقد غطت حلب رايات داعش ومشيئتها. 2013، حلب المحررة من سيطرة النظام لم تكن تنوي خوض انتفاضة جديدة. أحياؤها كانت تعج بالمظاهرات، وفيما شرع أبناؤها يحتفون بالحرية الوليدة. بدأ مثلث برمودا من نوع جديد يتخذ ملامحه داخلها، مبتلعا من شبانها خيرتهم. مشفى الأطفال، مقر داعش، من هنا بدأنا. في هذه الأقبية عايش مختطفو داعش كل أنواع التعذيب. تم اختيارهم بعناية، تم تغييبهم عمدا، تم اختطافهم من كل موقع أدوا فيه واجباتهم نحو الحياة. نور حاووت، أو نور طبية كما عرفه الجميع، كان يسرع من النقطة الطبية التي يعمل فيها لإسعاف ضحايا قصف النظام حين اختطفته داعش مع بعض الشبان، ولم تترك حتى سيارة الإسعاف. ما بعرف، يمكن لحق يسعف ناس يمكن لا، فخطفوا تنظيم داعش. بأواخر 2013 انخطف حدا من رفقاتنا هم من النقطة الطبية، نور، هو سيارة إسعاف. كان نور رايح يأسعف ناس عند دوار قاضي عسكر، فاختفى واختطف من قبل تنظيم داعش. ما لون عنده شيء، هو شاب يشتغل بالطبية، كان موجود بسجن الأطفال، مشفى الأطفال، تم نقله لأكثر مكان، بعدين تم تصفيته وفرجوا لرفقاتهم إنه هذا قطعنا راسه. وشوفوا هاي الصور، الفيديو تبعه لرفقاته اللي كانوا موجودين. ولكن من لا يعرف عنوان المظاهرة؟ من لا يعرف أبو مريم؟ اعتصم لأجله النشطاء والأهالي أكثر من مرة أمام مقر داعش، ليخرج أبو دجانة معلنا للمعتصمين أن أبا مريم ليس محتجزا لديه. واتضح لاحقا أن أبو دجانة ذاته هو الخاطف. تم اختطاف هذا الشخص، يعني ما عندهم أدلة عليه بشيء، اتهموه تهمة باطلة تماما. ما في، الكل الناس بتشهد عليها انه هي التهمة باطلة، لكن دم لزق فيه بس لتبرير انه خطفوه. اذا انكشف انه هن الخاطفينه، قلت له اخوي مريم امبارح بنزلت الساعه 10 شفتك هيك وكذا، انا ماني شايفه بس قلت له شفتك، يعني انه بحس انه زدينكو، قال له شفتك يعني انت كنت موجود. عمل ايه مزبوط كنت بالسكر، يعني قلت له اخوي مريم طلع معك، قلت له شو المطلع معك، يعني العالم كلها تشافته وانت طلع معك، قال لي لا شو المفروض، قلت المطلوب انه دعني نعرف اخوي وينه، يعني من امبارح من مبين وطلع بسيارتك، قال لي لا يا اخي اخوك مزبوط طلع بسيارتي بس كان في مشكله بينه وبين الفاروق. قلت له بينه وبين فاروق؟ قال لي مشكله يعني امبارح؟ قال لي ايه؟ قلت له انا كنت موجود يا شيخ، ما كان عم حدا،
قال لي لا صار اشكال بينه وبين فاروق وانا هديته لاخوك مريم عشان ما يعني انه يصير قال لي بعرف انه اخوك رفيقه لفاروق عشان هيك ما يصير بيناتهم حساسيه وهيك. قال اقسم بالله اخي ابو مريم ما عندنا اصلا انا ما اعرف مين ابو مريم انا كان في مشكله بينه وبين الشخص ونحن حطيت طالعت معي بالسياره مشيته بعد 10 متر نزلته وهلا انا بالسجن عندنا ما في احد بهالاسم هذا واقسم بالله ما عندنا فعم بيقسم يمينات فانا قلت ممكن يكون صادق ما بعرف صرت شك بالشاهد اللي حكى فطلعت معي بالسياره انا بعدته عن مطار الفاروق عشان مثل الكلام والملاسنات، قال لي بعته طلعته انه مش على الوكالات ونزلته عند تقريبا دواجس الحج، قلت له انت نزلته عند دواجس الحج؟ قال لي ايه؟ يعني صار دواجس الحج جنب القصر يعني كان اخوي وصل يعني ما وبين اخوي، قال لي والله يا شيخ ما بعرف. قلت له كتر الله خيرك. نزلنا على مستوى القصر مقبول الدنيا او ما هي المفروض. وينه يا شباب؟ دخلت على الطبيه رفقاتنا يعني مجتمعين هونيك جنب الطبيه كل مجلس الزوار. قال لي حسن اصلا معك قلت له والله ما بعرف رحت سالت عليه المقر الدولي ما عنده سالت عليه عند الفاروق ما بيعرف وينه سالت عليه الاعلاميين كانوا بالسكري ما بيعرفوا سالت عليه المدنيه اللي هنيك بالشارع يعني ابو مريم علم مو انه انسان مدني معدي ما حدا بيعرفه ابو مريم علم علم وين ما راح العالم كله بتعرفه بشي اسد بيعرفه جبنا شهود كان في كثير شهود انه شافوه انه ابو دجان المغربي هو اللي اخذه لا ابو مريم اقصد الخونه قال لي خير قلت له ابني من 9 شهور هو وقتها بمشفى الاطفال انتوا اخذتوه وبينت له فرجيته بينات هو عندكم يعني لا تقول لي لا ها لا تقاطعني لا تقول لي لا هو عندكم قال لي معك صوره له؟ قلت له في معي صوره له بس معه هيك بنته قال لي لا بنته صبيه قلت له لا بنته صغيره يعني خذها للصوره معلش اخذ الصوره طلع فيها هيك قال لي انا نازل 5 دقائق بجي قلت له تعا انا بنزل معك وين رايح؟ مع مين بدك تحكي؟ انا بفهمهم لا لا بكفي انا يعني خلص اذا احتاجوكي بدخلك طلع ضل ربع ساعة قال لي 5 دقائق ضل ربع ساعة بس الربع ساعة حسيت كأني سنة كاملة معدي علي وعبدي لربي يا رب بدي الحقيقة انا ما بدي كذب حاج كذب قام طلع اعطاني الصورة هيك من جوا الحديد قال لي ابنك وائل ابراهيم ابو مريم هو اللي قال لي ابو مريم هو قلت له صح ايه قال لي هذا بالتقارير اللي جاي فيه هو ضدنا بيطلع مظاهرات ضدنا بيطالع رقاصات خالعات وابنك بالاخير لقال لك بالاخير اني طلع اني مرتد وعلماني احنا ما كنا نعرف انه شو تهمته بس التهمة على طول موجودة هي انه كافر اشتغل مع اسرائيل يهود الائتلاف هي على طول موجودة هذا الامر اللي اشتغلوا عليه في سحب الحاضنة مع هذا التشويه اللي سمعت كثير نشطاء قلت له ايه فشرته ابني مرتد وعلماني انا امه قلت له انا معروفة منين انا بنت اعرابي هيك عملت له وانا من معرة النعمان ومعروفين بيت عرابي اسالوا عليهم كلنا معروفين كل يوم يومنا سوار وضد النظام ضد ابوه قبله لسه هذا النجس نحن عم بيقولوا نحن انا ابني مرتد وعلماني الله ينتقم منكم قتلتوه يعني قام قال لي قتلوه هيك عمل لي انا مالي علاقه كان حلفانه كله كان كاذب لاني بعد فتره ايام طلع معتقل من عندهم فعم بيقول حكاني قال لي ابو مريم كان بالداخل تحت واللي كان قائم على تعذيبه هو ابو دجانة نفسه. تواترت الانباء عن اختفاء نشطاء واعلاميين وقاده وشبان تعرفهم المدينه جيدا. منهم من التقطته ايدي داعش في وضح النهار. اغلبهم تم اختطافه من قبل ملثمين. وفي المدينه المحرره من يخفي وجهه الا القاتل. بعد البحث تبين أن الحصيلة كانت المئات من المغيبين أشارت أصابع الاتهام إلى المكان ذاته ضمت أقبية داعش الكثير من الشبان الذين سبق ودافعوا عن وجودها وأفعالها
وكان يعني مؤيد للتنظيم لداعش، كان يحبهم يعني بشكل مو طبيعي، يعني كل شيء يساوي اللي ايه معهم حق، ايه صح يعني معهم حق، لازم يساوي لازم لازم. فبمره من بيوم الايام كان في مكتب شدة كان رايح زياره لعندهم، هو وابن عمتي رايح زياره لعندهم، وهو دخل على المكتب قعدوا شوي سلم على الشباب قعد معهم شوي، وهن قاعدين دخلوا عليهم فتحهم عليهم هدول الدواعش، فطلع شخص ملتم على المكتب. فالوهله الاولى تخيلت انه شخص عم بيمزح معنا يعني، لكن للاسف كان الموضوع مو مزح يعني، شخص توجه علينا ومعه سلاح موجه علينا، فقلنا قوموا لك كلياتكم وقفوا على الحيط. طبعا مع دخول هذا الشخص طلعوا بعده بحدود ال 15 شخص ثانيين كلهم ملتمين مقنعين كلهم معه سلاح موجهين علينا، وبلشوا كلهم يلا ولاك قوموا وقفوا على الحيط كلياتكم. ففعلا طبينا كل شيء من ايدنا ووقفونا على الحيط. في شاب امين الله يرحمه قال له شيخ بس طول بالك يعني البس بإجري، قال له وقف على الحيط ولاك لا تقول شيخ. تجمع انا سوري، مجموعه من الشباب الرائعين جدا اللي يشهد لهم بالنزاهه، يشهد لهم بالاخلاق الحسنه، حتى دينيا جماعه ملتزمين دينيا كانوا. سيف شاب كتير شاب رائع، شاب كتير مع يعني كتير ممتاز جدا، ماهر امين دائما مقيمين الصلاه. ابو يونس انخطف مع شباب امين وماهر وسيف. ابو يونس يعني ما بنحكى عنه كلمات بسيطه وكذا. فاد اخوه كمان بقصف قصف للنظام بنفس اليوم بتلاقي بالنقطة الطبية يعني. ما عند ما بحسوا يقول عليهم أي تهمة بنقصان دين أو لا دين لهم أو بهالشكل هذا، ما بحسوا يتهمون أي تهمة، لكن كل الناس بتشهد فيهم على دوام بالصلاة على إقامتهم لفروضهم وسننهم، فما بحسوا يتهمون التهمة هاي. الشباب هذول كانوا كتير جيدين، رغم ذلك تم استهدافهم من تنظيم الدولة وتم قتلهم تحت أي زريعة إنه هذول جماعة علمانيين. كل شيء يطالب بدولة ديمقراطية كافر، كل من لم يبايع الدولة كافر. تحرر مشفى العيون، فرحنا دخلنا عليه نشوف المعتقلين طبعا لأنه إنا رفقات كتير معتقلين، فلقينا أبي يونس الله يرحمه وسيف وسلطان وماهر وأمين مصفعين طبعا. كانت جلسات التعذيب الطويلة تتم على أيدي الأجانب من داعش، كما أوضح العديد ممن خرجوا أحياء من هذه الأماكن. لا تقل المشاهد التي وصلت بعد تحرير مشفى الأطفال قبحا، شيعت حلب 50 شهيدا تسنى لداعش قتلهم قبل اقتلاعها من ذلك المقر. أنا كنت لابس لفحة فيها علم الثورة، هي منسوجة من صوف، فشال اللفحة اللي لابسة أنا وقال لي بدك ثورة بدك حرية، طبعا بكلمات بذيئة شوي يعني كانت، وشال اللفحة من على كتافي وحطها على عيوني وعمش لي عيوني فيها، وطلب من الشباب موجودين معه قال له بتجيب لي لفحات وعمش الشباب كلهم. علم الاستقلال كان يعني انه هو الماني، حتى كان يطالبوا انه عالم الدولة يتصوروا المظاهرات اللي شايلين العلم عشان ياخذوهم ويصفوهم. جابوا حزامات وحزمونا ايدينا كلياتنا لورا ظهرنا، و طبعا بعد ما حزمونا بعد شخص ثاني قال له تاكد من شد الحزامات، فشدوا الحزامات على ايدنا بقوه، فانا لما كانوا عم بشدوا الحزامات علي صحت يعني، قلت له اخ شيخ وجعتني، فكمان عاد قال لي لا تقول شيخ معلش ما بدك تموت. فخلال عمليه نشلهم هن وقت كانوا عم بنشلوا المكتب كانوا عم يغنوا اغاني يعني استهزاء فينا يعني على انه هالشباب بدهم ثوره يا يمه وبدهم حريه والله الالعن ابونا ابو هالثوره بهالمعاني هي يعني. فانا خلال يعني حديثهم هذا مع بعضهم خلال الاغاني كانوا عم بغنوا، فاول ما تبدح لذهني انه هدول شبيحه للنظام جايين ياخذونا ويسلمونا للنظام، انه ممكن يكونوا خليه نائمه وتحموا بده ياخذونا يسلمونا للنظام بطريقه يعني باي طريقه معينه. رحنا لمنطقه قاضي عسكر مشان اساعد الناس ومشان انا اصور المصابين او الشهداء، ما لحقنا نوصل للمنطقه
عناصر الدواعش طبوا علينا على السيارة، نزلونا واحد واحد، طمشونا، كلبشونا، طلعونا بالسيارة نفسها من ورا، أخذونا لمحل ما عرفنا وين بيكون. سكني هيك وبدأ يطالعني بالباكاج، قال لي ماطل. قلت له وين ماطل يا شيخ؟ قال لي مو قلت لكم لا تقولوا شيخ، ماطل ولك على صار الباكاج. يا شيخ قول أنا حرامي ماني شيخ. لو وصلنا على المقر قال له هذا بتاخذ منه 5 ملايين، هذا بتاخذ منه 3 ملايين. في معنا أخص بصيف ويقول لهم شيخي، يقول له شيخ واحد مثل حكايتك، نحن حراميين. فمسكت في هذا الشخص وطلعت المسدس بخب طلقه بالهواء، صرت اصيح يا عالم شبيحه، يا عالم شبيحه، الله اكبر اكبر. فيقول لي خلاص ولك ست ماكس كود. طبعا بلشوا ضرب فيني، شطحوني بالارض، يضربوني باخبص الباروده، يدوسوا علي، يعضوني يعني اكثر من واحد عضني حتى افلت المسدس الموجود معي. للاسف ما حسنوا اول شيء، ولكن انا يعني تغلبت كثير يعني. فالشخص اللي كنت كيمشو من البدايه تميت كيمشو. فقلت له أم المسدس في بطنك ما بدي أوسك، ما كان عندي يعني إنه هدف إنه بدي أقاتل حدا منهم يعني، بدي بس كنت أخلص حالي وأخلص الشباب. نور عمه بتنظيم داعش، في مشاكل عائلية بينات بعض، فكان يعذبه كتير عمه، كانت أصواته كتير تطلع، يعلقوه على البلينجو بلانكو. بالكهرباء يضربوه 24 ساعة كان يعزو، ما يخلوه ينام ولا يطعمه. اللي سمعناه من خلال التحقيق أحد الناس يعني يقول له يترجى، يقول له اللي بدك إياه بعترف فيه، بس نزلني يشبحوهم ببلنجو وما بعرف ايش يرفعوهم. أحد أصدقائنا بس واحد شبحوه، حتى قلنا شلون، ما كنا بنعرف يعني شلون، عم نسمع أصوات بس. السجن الشيخ نجار كان أشبه بفرع مخابرات جوية، كان نفس أساليب التعذيب من كهرباء وشبح وضرب بالعصي وضرب بالكبل الرباعي. رفيقي اللي كان معي اللي صفوه بالباب تعرض لتعذيب شديد كتير، يعني كان 7 أيام ضل ما يخلوه ينام، يوم يعني 4-5 ساعات تحت التعذيب والكهرباء وجرح بالشفرات. طلعوا فلان وفلان وفلان، ناداهم بالاسماء، خمسه اخذ منهم خمسه اشخاص، ولا في واحد العماش اللي على عينه ميزه اللي هو السلطان، قال له لا بثبتهم شباب، فكروا بده يطلعوا عند القاضي، انه عم يقول يا اخي قاضونا، نحن ما عندنا مشكله، يعني بس قاضونا، نحن ما عندنا مشكله. اخذوهم عند القاضي الساعه 10 11، ما بعرف التوقيت بالضبط، 5. فكان خروجهم هدول 5 ما كانوا عارفين لوين رايحين، كانوا رايحين على لحظاتهم الأخيرة، كانوا رايحين لاستشهادهم على يد من كان يدافعوا عنه للأسف الشديد. راحوا ورفقاتهم الباقية الثلاثة اللي كانوا عم ينطرون إنه ليرجعوا، تأخروا للمساء ما رجعوا، فكروا فيهم خير إنه هدول يمكن أخلى الصبح، حتى صار يفكروا انه معقوله طالعون، إيه يلا بركي ان شاء الله طالعوا بكره بيطالعونا. طلع بيقول له، برجع بسالوه، قال له دوركم بكره انتم، عم بسالوه انه نحن ايمتى تعرضونا على القاضي، فبقول له دوركم بكره انتم. اجى واحد سوري اسمه ابو دجانة ومعه واحد، قال انت وانت 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 5. كان المسؤول الامني هو ابو مباشر ابو دجانة التونسي. كنا بعد التعذيب نصفي له. اللي الشيء اللي علمناه وما بنعلم ما بين خروجهم من هاي الزنزانه الى مقتلهم ساحه اعدامهم، ما بنعلم شيء نحن طاول عنا. كل اللي بنعرفه اني استلمناهم جثث، احدهم اللي هو ابو يونس قتيبه محمد، طلقه في الراس، خرجت من تمه. فبس اللي شفته انا كان في كدمات على عيونه، يعني على اساس انه في تسليه بتعذيبهم الظاهر او تعذيبهم بعد قبل قتلهم. هذا الامر اللي في شيء كدمات، في تشحير ضرب، يعني في شيء قاتلين ضرب، يعني طلعوا من الزنزانه ما حدا كان متعرض لهم جوا الزنزانه. لاخراجهم لقتلهم كان في عمليه تسليه وتلزز بالقتل. كان في اشتباك غزير يعني بين الجيش الحر وبينهم، فما عرفنا انه عدموهم او اشتباك. يعني نحن جوا ما بنعرف شو عم يصير برا، عم نسمع ذخيره طلعت بتحرر نص حلب. لبست لباسهم يعني نفس لباسهم، لتمت وهيك ونزلت على الدرج. اول شخص بشوفه على تحت، اول شخص بشوفه هو اخوي.
فطلعت لفوق شلت اخوي شلت اخوي وكان في جنبه الشباب كله. شلت اخوي طلعت لفوق قلت لهم بس بدي انه ليش قاتلينه عشان اعطوني سبب كذا. قال لي انه سيدنا خالد وليد قتل 70 مسلم في الخطأ واخيك قتل في الخطأ. هون كان الاشتباكات شغالة بين الثوار والدواعش. لما لفظتهم المدينة لو كانوا حملوا إليها الخير. أنكروا أبناءها، عذبوهم ثم ذبحوهم قبل أن يغادروا، أرهقوا بانتهاكاتهم الأحياء المرهقة سلفا بين دماء ضحايا البراميل وقصف النظام، وبين قتامة المشهد الذي رسمته داعش وأقرته. كان لحلب أن تنتفض مجددا. عادت أصوات الأحرار تسمع من جديد. الله أكبر، الله أكبر، أمير داعش، أمير الكفرة الذين يدعون الإسلام، أصحاب الرأي الثوار. يعني أعمال ضد الثورة السورية ومع النظام، يعني وحتى ضربة الثورة السورية في ظهره. فضل الله مسكنا منهم كثير واسرنا منهم كثير، ونحن الاسير عم نعامله بشكل حبي وودي، ما عم نسيء لحدا نهائيا، وبيركين بمقراتنا كاني بيركين ببيوتهم. فضل الله قلت لك هن اللي اعتدوا علينا ونحن عم نحاربهم ان شاء الله، لاني هن اعتدوا وهن الباغيين. صاروا يشوفوا يعني وين في قائد كتيبه عم يشتغل، وين في اعلامي عم يشتغل صح، وين في كل شيء واحد عم يشتغل صح، ان كان مدد مين ما كان يكون، يحطوا ايدهم عليه او يخطفوه او يشيلوه، وبالاخير يقولوا لك نحن ما دخلنا، نحن اسلام، نحن اخوه. فنحن هالشيء هذا اللي صار يعني حاد. نحن اعلنا الحرب على داعش لانهم طغاة، لانه عم بخطفوا خلق وما بقولوا ان عندهم، وعم بيجوا منتمين، هذا منتم عجب سفيح، عجب مخبر، عجب ايش هذول؟ اكيد هذول عصابات، نحن وين غلبنا؟ غلبنا بمافيا، لك هي سوريا بلدنا نحن، مو بلدهم هن، بيجينا كل واحد من برا، ما معروف قرأت ابوه منين، بيجينا عنا لهون بيساوي لنا حاله امير سناي. نحن ما فيش اسمه عنا امراء فاول، امراء هون بسوريا ما في، نحن كلياتنا اولاد هالمنطقه، اولاد سوريا. وين جايين؟ وين جايين على اساس يحرروا الوايد؟ هن امه النهب عندهم، قمه النهب عندهم، قمه النهب. لا اله الا الله والشهيد حبيب الله، لا اله الا الله والشهيد حبيب الله. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الا تراجع عن هذه الثوره، ألا تراجع عن هذه الثورة، وألا تراجع عن مبادئها، حتى نيل حريتنا، وألا أنسى دم الشهداء، وألا أنسى دم الشهداء، والله على ما نقول شهيد. ولا يزال مجهولا مصير الكثير من السوريين المغيبين على يد داعش. Yeah.